السلام عليكم، حياكم الله. وجهتنا اليوم تبعد عن أبها شمالا 78 كيلومتر، وهي قرية بن عضوان التراثية التي تتربى على قمة جبال السروات، وبالتحديد في مركز بيحان في بلحبر. هذه القرية الجميلة التي ستلاحظونها الآن على قمة الجبل في اليسار، تلاحظوها، تلك هي القرية. ونحن الآن في مركز بيحان، وكما ذكرت قادمين من أبها ومتجهين إلى القرية لنعرفكم على هذا الصرح السياحي الجميل الذي يعد أجمل مشروع سياحي ووجهة سياحية الأبرز في وقتنا الحاضر في منطقة عسير. وهذا هو مركز بيحان، هذا مبنى المركز كما تلاحظون. منطقة زراعية، وبها هذه القرية التراثية الجاذبة التي لفتت انتباهي أول ما دخلت هذا المكان. هذه المباني تسمى السياح، وهي مبنية من الحجر والطين. طبعا القرية كلها مدرجات زراعية، وفيها تجارب في مجال الزراعة الحديثة اللي هي البيوت المحمية كما تلاحظون. هذا الطريق يؤدي أو يأخذكم إلى القرية السياحية التي تكلمنا عنها. طبعا قرية بن عضوان هي نموذج تراثي فريد، وكما ذكرت لكم أنها تتربع على قمة جبال السروات، وبحسب ما قرأت عنها فهي تقدر بحوالي 30,000 متر مربع، ليكون هذا المشروع سياحي تراثي ترفيهي. وتظهر لنا الآن هذه القرية كما تشاهدون. مبنى جميل ومشروع رائع بكل ما تعنيه الكلمة. لاحظوا روعة البناء، هذا فناء القرية. سندخل من هذه البوابة، وتلاحظوا هذه اللوحة التركيبية بها محتويات القرية. طبعا هنا يوجد المواقف، مواقف السيارات. سنتوقف في هذه المواقف ثم نأخذ جولة على القرية ونعرف على مكوناتها. طبعا اخترت هذا الوقت عدم وجود وافي أو سياح في القرية حتى ناخذ راحتنا في التصوير. هذه هي القرية، لاحظوا البناء من التراث العمراني في منطقة عسير. القسم التراثي للقرية، لاحظوا هذا فناء القرية التراثية وبها الجلسات. وهنا مدخل المتحف الذي على اليسار،
هذا مجلس عضوان، وهناك مطعم وسوق شعبي يباع فيه الحبوب والعسل والملابس الشعبية والتراثية، وهذه جلسات تمتلئ بالزوار في وقت العصر وفي المساء. يوجد في هذه القرية مطاعم شعبية ومجالس تراثية وسوق بيع الحبوب والعسل والهدايا وجلسات ومسرح وأماكن ترفيهية ومزارع البر والفراولة التي تقدم عصيرا طازجا للزوار. دعونا نصعد إلى الأعلى ونتعرف على المتبقي من هذا المشروع السياحي الجميل. هذه سيارة فورد، سيارة قديمة، وأعتقد أن هذا النموذج من أول السيارات التي دخلت إلى الجزيرة العربية والمنطقة بشكل خاص. موديل قديم من شركة فورد. هنا مزارع الفراولة. الفراولة تؤخذ من هذه المزارع وتقدم عصير طازج في بوفيهات القرية. هذا المطل على تهامة. مواقف تتسع لعدد كبير من السيارات إن شاء الله. هذا فندق حسب ما قرأت، فندق 5 نجوم. هذا المبنى التراثي الذي في اليمين هو مبنى المتحف، ويقابله مسجد على الطراز التراثي النجدي. نأخذ الآن جولة على القرية. هذا هو المطعم وهذا السوق. زراعة الرقم طبعا تشتهر المنطقة هذه بزراعة القمح، ومن أجود أنواع القمح.
جمال بناء وجمال التصميم ما شاء الله تبارك الله. أبدع الأستاذ محمد بن عضوان الأحمري في تصميم وبناء هذا الصرح السياحي الرائع جدا. أمل أن تكونوا قد استمتعتم، شكرا لكم.